سيد الوزير، رغم كل هذه الاتفاقيات والمجهودات لا زال يعني الرهان كبير جدا، رهان تشغيل في الجهة. وبالتالي أقول بأنه إذا كان هناك من رهان يجب رفعه في المستقبل هو رهان التشغيل، نظرا لما يعانيه شبابنا في الجهة من عدم إيجاد فرص للعمل، وهذا لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالتكوين، طبيعة التكوين، منها ما يتعلق كذلك ب يعني فرص الشغل. ولهذا أقول بأنه المجلس الجهوي وكل يعني القوة يعني كل المنتخبين ونحن جاهزين من أجل برامج هادفة مهمة تعالج هذه المشكلة. بالتالي يعني هذه الخطوات التي بها خطوات إيجابية، ولكن أقولها إذا كان هناك عندنا من ضعف في الجهة هو مشكلة التشغيل، هذه في الحقيقة مشكلة عويصة جدا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المشكل، ونحن في المجلس الجهوي مستعدين لأن ندخل في شراكة ومساهمة التكوين وفي تمويل كذلك مشاريع للشباب.